لكن قبل ذلك أنا سألتك كيف تحولت من اليمين لليسار أو من منطقة إلى منطقة، ورديت علي فكريا كيف تحول، لكن أنا أسأل هل هناك شخصية كان لها دور، إما مسؤول أو والد أو قريب أو ضابط متعسف أو ضابط حليم، كان هو رائد التغيير عبد نقلته من مكان إلى مكان؟ إلا صحيح، هذه قصة مهمة في حياتي وساعدتني كثيرا على التغيير وعلى العودة إلى حياة طبيعية. زي ما قلت لك، أنا دخلت السجن تقريبا سنتين، بعدين طلعت من السجن، بعدين طلبت فهربت سنتين وشهرين بخارج المملكة العربية السعودية بجوازات مزورة، ثم رجعت للمملكة العربية السعودية، ثم جاء طلب علي من المباحث، فذهبت وسلمت نفسي لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان الله يطول عمره لما كان أمير الرياض. فكان في مشكلة، وكان هو الله يسلمه هو اللي ماسك الموضوع. فلما وقفت عند الباب ودخلت عليه الله يسلمه، كان يقول الله يهديك يا عبد الله، أنت ما تدري لو الشيء اللي طلبناك عنده وسويت عليه مشكلة أكبر من الحاجة اللي إحنا كنا طالبينك علشانها. فهو جالس الله يسلمه على كرسيه، فدخلت وسلمت على كتفه ورجعت وقفت قدام المكتب، فبدأ الله يسلمه ينصحني، قال لي أنت وين ضايع يا عبد الله؟ أنت جدك مهوب زامر الحشيشي اللي كان ماسكن خير الوالد؟ قلت له طال عمرك. قال لي وينك عن دربه؟ أبوك مهوب اللي مع أخوي عبد الله؟ قلت له طال عمرك. قال كان معي أخوي زامل، أخوي الكبير. قال لي هذا مو هو أخوك زامل اللي يشتغل في التخصصي؟ قلت له طال عمرك. قال وينك؟ عن درب أخوك وأبوك وجدك. قلت له والله يا طويل العمر أنا على دربهم وأنا معهم، وأنا والله لا في ظهري ولا في بطني في الشيء اللي هم طلبوني عليه، وأنا أبقول كل شيء، كل شيء صار معي أبقصه وبقوله زي ما هو، إن كذبت كذبة واحدة يا طويل العمر هذه رقبتي تراها حلال عليك قصها. قال لي ما قصرت، بيض الله وجهك، نبي نشوف، رح سلم نفسك للمباحث العامة ونبي نشوف. وفعلا الله يطول عمره طول مدة السجن كان يتابع الموضوع، هذا عرفته فيما بعد. أنا توفي الوالد الله يرحمه وأنا في السجن، فأمر هو الله يسلمه أني أطلع من السجن وأروح للمسجد أصلي عليه، وأطلع من المسجد للمقبرة أقبره وتلقى التعازي، وبعدين أرجع للسجن. وظل هو الله يطول عمره يتابع الموضوع، فطلعني بعدها بأسبوع بالضبط، سبعة أيام وأنا في البيت. فهذه القصة يعني هي التي جعلتني أتخفف من أعباء العشر سنوات اللي قبلها اللي عشتها في التطرف، وأنفتح على حياة جديدة، حياة طبيعية، أمارس حياتي بشكل طبيعي، أغلقت كل الملفات وأنهيت كل المشاكل بأمر مباشر ومتابعة من الملك سلمان. إيش اللي أوقد فيك يعني؟ يعني أنت كنت جاي خايف أنه أنك تأخذ العقاب العسير لهذا اللي أنت في رأسك ذاك الوقت واللي قالوا لك عليه، أنك تضيع في التحقيقات، أنك خلاص تصنف على أنك إرهابي. إيش اللي غير فيك، حرك فيك؟ حرك في ثقتي في أنها أعطاني الثقة، أنه تقول لي الكلام الصح وتعطينا المعلومات الصح، وأنا كفيل أن أنا أخرجك من كل الأوهام والهواجس اللي عندك، لأني أنا أعرف، أنا جيت وسلمت نفسي وأنا أعرف أني ارتكبت بحكم القانون جرائم. توصلت للحاكمية يعني؟ أنا خرج يعني وصلت إلى التكفير، وصلت إلى، وأيضا ارتكبت جرائم أني اخترقت الحدود وأخرجت جواز مزور وتنقلت في أكثر من بلد، وأنا كمان لسه شاب صغير،
فلما رجعت كنت أشوف الدنيا كلها يعني ما لي أي منفذ ولا لي أي سبيل إلا أني أسلم نفسي له، لأنه بالإجراء الطبيعي مع أي جهة أمنية لازم تأخذ عقابك على كل جريمة من هالجرائم بغض النظر عن الأسباب. وحتى أنا قلت له الله يسلمه، قلت أنا جيت وسلمت نفسي لك لأنه المصايب اللي أنا مسويها كبيرة جدا تحت أي نظام أمني، فأنا ما راح يفكني إلا أنت، لأنك أنت لك الولاء ولك الشرعية وفي عنقي لك بيعة. وفعلا ما النتيجة اللي حصلت كانت غيرت حياتي للأبد، الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. يعني هذا غير مستغرب من الملك سلمان، وهو صديق أساسا للمفكرين والنخب وحتى أيضا البسطاء، والأجمل ردة الفعل والتغير الإيجابي اللي هو إن شاء الله انعكاساته تكون لك شخصيا وللبلد بشكل عام. الحمد لله.